دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. أيها الإخوة الكرام، الكسل، نوم مديد، تأجيل، لا مبالاة، هدر للوقت، كلام فارغ، سهرة لا معنى لها، لقاء ساذج، مشي في الطرقات، متابعة مسلسلات، هكذا يضيع وقت الناس. يفاجؤون بعلة في أجسامهم، تتفاقم هذه العلة ثم النعوة على جدران بيوتي. ماذا قدمت يا علي؟ إلى متى أنت باللذات مشغول؟ وأنت عن كل ما قدمت مسؤول. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. لو نظمت وقتك، ضع برنامج للقاءاتك، لمطالعتك، لحضور دروس العلم، للدعوة إلى الله، لكسب المال، للجلوس مع الأهل، لا بد من برنامج، لا بد من تنظيم. الوقت لا ينتظر أحدا، الوقت يمضي، ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها، لا تملك إلا هذه الساعة. ما مضى فات، والمؤمل لا تملكه. كم من شاب مات قبل ما يتوقع، كم؟ عشرات. الوقت ثمين جدا، أنت بضعة أيام، كل من قضى يوم انقضى بضع منك. أيها الإخوة الكرام، أول سبب هو الكسل، والكسل من نتائجه الفقر، وهذا الفقر مذموم، هذا فقر الكسل. لا تقل لي أنا صابر، هذا صبر الحمقى. في كسل، عندك مهمات، عندك أولاد، عندك زوجة، عندك متطلبات، حينما تنظم وقتك وتسأل الله الرزق الحلال وتخرج من بيتك في وقت مبكر، الله عز وجل يتولى أن يرزقك رزقا حلالا.